ينضم إلينا من هناك زميلنا حسين جعبوب. حسين جعبوب مرحبا فيك ومساك الله بالخير. صف لنا أجواء هذه البطولة حسين من هناك، وصف لنا أيضا تفاعل الجماهيري الذي تحظى به هذه البطولة تحديدا. مساء النور أحمد، وأيضا مساء النور لجميع متابعي برنامج الحدث. أقف تحديدا في مقر إقامة منتخبنا الوطني للناشئين تولب إن مجان صلالة للحديث عن بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين. مزيد من التفاصيل حول هذه البطولة أرحب بالفاضل والكابتن حمدان بن مسلم بيت سعيد مدير الفريق لمنتخبنا الوطني للناشئين. مساء الخير حمدان، نرحب فيك. نتحدث عن ما حدث بالأمس من خسارة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العراقي اليمني. خسرت منتخبنا أمام منتخب اليمني، ربما تغير مستوى الفريق فنيا مقارنة بالمباراة الأولى أمام منتخب لبنان، حققتم الفوز ولكن لم يكن مقنعا كثيرا. الفريق تحسن بالجانب الفني ولكن خسر أمام منتخب اليمن الذي ضمن صعوده للدور القادم. مساكم الله بالخير، أرحب فيكم. ومثل ما أسرفت في سؤالك، المستوى في المباراة الأولى ما يكن بالمستوى المقنع، لكن هكذا هي مباريات الافتتاح، خاصة لما تلعب بين أرضك وبين جمهورك. اللاعب في هذه المرحلة يكون تحت ضغط نفسي، والحمد لله. أهم في المباراة الأولى حصلنا على 3 نقاط، المباراة الثانية تحسن الأداء، بانت الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين. واجهنا خصم متبرس، يعني تقريبا 6 أو 7 لاعبين من هذا المنتخب شارك للبطولة الثالثة في هذه البطولة، فطبيعي الفارق كان واضح، إمكانياتهم كانت واضحة. في المقابل حققنا بعض النقاط الإيجابية وبعض النقاط التي راح يتلافها المدرب بإذن الله في المباراة القادمة، المباراة الأهم اللي هي مباراة الصعود بإذن الله. خسارة الأمس حمدان ربما تشكل ضغط للفريق في المباراة القادمة أمام منتخب العراق الذي حقق فوز كبير أمام منتخب لبنان ب3 أهداف دون رد. الفريق مطالب بالفوز كي يضمن الصعود للدور القادم. طبيعي في مثل هذه المراحل من مراحل البناء، اللاعب لازم يتعود على هكذا أجواء، على هكذا تنافس، على هكذا مباريات تحتاج فيها أنك تكون مركز بشكل عالي وتحتاج أنك تحصل فيها 3 نقاط. هذه البطولة ضمن مراحل إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، اللاعبين قدموا كل ما عليهم في مباراة الأمس، وأيضا في مباراة الغد بإذن الله راح يكونوا في حضورهم إيجابي ويعملوا الفارق في هذه المباراة، وربك يكتب لنا التوفيق والنجاح في هذه المرحلة. حمدان، لنضع المشاهد في الصورة، نتحدث عن هذا الفريق الذي شارك في البطولة العربية المدرسية في مصر وحقق هذه البطولة. كانت هناك بطولة ثم البطولة الثانية للفريق هنا في محافظة ظفار، بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة. هل وجدتم يعني انسجام للفريق من خلال إحراز البطولة المدرسية؟ اليوم تقدمون بطولة ربما الفريق لم يكن مقنعا حتى هذه اللحظة. من ناحية البطولة المدرسية العربية كانت مثل ما أسلفت من مرحلة من مراحل الإعداد، وهذه البطولة أيضا مرحلة من مراحل الإعداد للتصفيات الآسيوية. المنتخب تشكل في شهر أغسطس تقريبا، وفي طور الإعداد، يعني تلاحظون إن شاء الله من مباراة إلى مباراة راح يكون في تحسن مستمر، راح يكون في رتم تصاعدي أعلى، اللاعب راح يكتسب مهارات وخبرات وكيف يتعامل مثل هذه المباريات، وهذا أهمها في هذه البطولة. اليوم أيضا حتى الجماهير بالأمس في الملعب لم تكن حاضرة بالشكل الكبير، هل البطولة تفتقد جزء من الترويج الإعلامي؟ الكثير لا يعلم هذه البطولة. بالأمس كنت مع أحد لاعبي منتخبنا الوطني السابقين، ذكر بأنه لا يعلم بهذه البطولة أنها مقامة على أرض السلطنة وبالتحديد في المحافظة. الجماهير لم تحضر أيضا بشكل كبير. أتوقع أنتم كإعلاميين أو كتلفزيون سلطنة عمان وسلطوا الضوء على هذه البطولة بشكل قد ما يكون بذيك الكفاية، لكن أتوقع أن الصورة واضحة كانت للجميع. الاتحاد نزل بعض الإعلانات أو البوسترات بما يخص هذه المباراة، قد نعتب على الجمهور أنه ما كان متواجد، لكن لا عذر لهم. مباراة الغد كون المباراة بتكون نهاية أسبوع، ونتمنى تواجدهم ووجودهم عامل أساسي وإيجابي للفريق في المرحلة القادمة. حمدان، سؤالي الأخير، ماذا عن الجانب النفسي للاعبين للمباراة القادمة؟ هل أبعدتوا اللاعبين عن الضغوط النفسية؟ هيأتوهم لهذه المباراة ذهنيا وبدنيا؟ نحن عملنا برنامج إعدادي مسبق لهذه البطولة،
نتعامل فيه مع كل المعطيات اللي راح نواجهها خلال البطولة، سواء من ناحية الفوز أو من ناحية الخسارة. الجهاز الفني يقوم بالجانب الفني، الجهاز الطبي حاليا يقوم بعملية الاستشفائية للاعبين، كون المباراة بين مباراة يوم واحد فقط، وأيضا الجانب الإداري نعمل على الجانب القيادي وكيف ممكن احنا نلهمهم بيكونوا مركزين، كيف انه يحافظوا على تركيزهم، كيف انهم ممكن يكونوا حاضرين في مباراة الغد، وعسى ربك يكتب لنا التوفيق بإذن الله. شكرا كابتن حمدان. العفو العفو، يعطيكم العافية. إذا هكذا كان معي حمدان بن مسلم بيت سعيد، مدير منتخبنا الوطني للناشئين. مباراة الغد من المباريات المهمة لمنتخبنا الوطني للناشئين أمام المنتخب العراقي المنتشي بالفوز الكبير أمام منتخب لبنان بثلاث أهداف دون رد. منتخبنا مطالب بالفوز لكي يصل إلى الأدوار المتقدمة. أكيد أطالب الجماهير بأن تكون حاضرة في مجمع السعادة الرياضي لكي تكون مؤازرة لمنتخبنا، كي ترفع من معنويات اللاعبين الصغار الذين فعليا هناك في تطور في المستوى الفني مقارنة بالمباراة الأولى. رغم الخسارة أمام اليمن إلا أن الفريق ظهر فنيا أفضل عن المباراة الأولى. نأمل بأن الفريق يتقدم في المستوى الفني ويقدم مباراة كبيرة أمام المنتخب العراقي. طيب، ليصل إلى الدور القادم من بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين. أعود لك أحمد لاستكمال ما تبقى من برنامج الحدث. شكرا شكرا لك حسين، وخالص الأمنيات لمنتخبنا في مباراة الغد إن شاء الله بالتوفيق وعبور هذه المجموعة إلى الدور الثاني.